لا خليل، دول ناس شيوخ عرب ولاد عمي. امال ايه؟ انا راجل شيخ عرب، فلازم الشيوخ العرب يعمل الواجب كده صح. وفي مصر يعملوها كده؟ احنا في حاجة الصحي كل يوم يجي لنا الاكل ده هذا بالصلاة على النبي. كل يوم. اللهم أعز الكويت وأهل الكويت كويت وشعب الكويت وأمير الكويت وولي العهد وجيش الكويت، شرطة وشعب يا رب. الناس هنا بيعاملونا إن إحنا مواطنين كويتيين وليس مصريين. الناس هنا في الحجر الصحي في جمرك السلمي على حدود المملكة العربية السعودية بيعاملونا على أساس إن إحنا الاثنين مواطنيين من أهل الكويت وليس مصريين. الناس دي الله يجزيهم ألف خير، الله يجزيهم ألف خير، والله ما قصروا معانا. عاوز تقول حاجة تانية يا أخ خالد؟ أقول الله يجعل ديارهم عمار، إيش يا حاج؟ اللهم انصر الكويت، شعب وشرطة وجيش وأمير وولي عهد وفعلا، وأما يا رب. وأما بنعمة ربك فحدث. ونعم الكرم. ناس شيوخ عرب، ولاد قبائل، دول ولاد أي قبائل، أيوة والله، دول الشيوخ عرب، أيوة والله، شيخ ولاد شيخ ولاد شيخ. ونعم بالله. ماشي يا أخ، افصل بقى عشان نتعشى. ماشي يا أخ خالد. وريك.